وصباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا بقينا رسميا من امبارح بدأنا فصل الصيف وفي انخفاض طفيف في درجات الحرارة. بالفعل، رغم ان احنا بدأنا فصل الصيف الا ان درجات الحرارة تعتبر اقل من المعدلات او حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. معظم الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كمان في امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بتحجز جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبتساعد أيضا على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، والأجواء معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن احنا اليوم متوقع يكون في نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة، غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط هيساعد على الإحساس بتلطيف الأجواء والأجواء المعتدلة، وخاصة فترات المساء وساعات الليل وفترة الصباح الباكر. كمان متوقع تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يمكن شفناها اليوم وبدأت التلاشي تدريجي مع سطوع أشعة الشمس، ومتوقع إن هي تكمل معانا خلال الأيام المقبلة بإذن الله. كمان احنا متوقع إن شاء الله من غدا الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي من درجة إلى درجتين، يعني احنا خلال هذه الأيام بتسجل 32 درجة و33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، الأسبوع المقبل إن شاء الله هتكون العظمى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، فلازم بقدر الإمكان ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن ده بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. طب ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا هنتعرض له الأيام اللي جاية ده مؤشر إن ممكن يكون في موجة حر جديدة ممكن نتعرض لها؟ هي مش موجة حر جديدة، لأن احنا بنقول ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة هتبقى معاها الأجواء حرة فترة النهار، يعني خلال الأسبوع المقبل أيضا الأجواء هتبقى أجواء حرة مش شديدة الحرارة، وتعتبر 34 إلى 35 دي المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، لكن احنا بنقول إن الكتل معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات من بخار المية، فبتبدأ تدريجي احنا هنحس بزيادة نسب الرطوبة، فهنبدأ نحس إن درجات الحرارة اللي احنا بنقولها أعلى من درجات الحرارة المواطن بيحسها في الشارع نتيجة وجود ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة أو تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر، فعشان كده مهم جدا في فترة الصيف دي ناخد احتياطاتنا بشكل كبير، وأهمها طبعا إن احنا فترة الظهيرة تقريبا من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر لو أنا مضطر أبقى موجود في الشارع يكون معايا غطاء لرأسي شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم ده شيء مهم جدا، الملابس تكون ملابس فاتحة اللون قطنية، ونبقى بقدر الإمكان موجودين في أماكن جيدة للتهوية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 33-22، اسكندرية 28-20، العلمين الجديدة 27-20، مطروح 28-21، دمياط 30-21، بورسعيد 29-22، الإسماعيلية 34-22، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 21، العريش 30-21، كاترين 31-14، طابة 34-23، حلايب 33-27، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-25،
الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 22، بني سويف 33-22، الوادي الجديد 37-26، أسيوط 34-22، سوهاج 35-24، قنا 40-28، الأقصر 38-26، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 26. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لجمانة وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، وشكرا موصول طبعا لدكتورة منى رغيف.